السلام عليكم ورحمة الله، متابعي قناة شوف تي في. أنتم مباشرة من سيدي حجة، من سيدي موسى بن علي. كيف كتشوفوا هذه المنطقة اللي تابعة عملية المحمدية؟ هنا الناس ملتزمين بالحجر الصحي. كيف كتشوفوا دابا الوقت هذا، حتى السيارة مديجة، حتى دراجة، حتى واحد مخارج، الناس كلها ملتزمة. وهذا المجهود كيرجع الناس ديال السلطة وديال الدرك الملكي اللي كيقوموا بدوريات يومية وحملات تحسيسية وتوعوية. كيف كتشوفوا متابعي قناة شوف تي في، حنا مباشرة هنا من سيدي حجاج. كتشوفوا المناطق هنا كل شيء خاوي، الناس ملتزمة، الناس داخلة المنازل ديالها. متابعي قناة شوف تي في، انتم معنا مباشرة من سيدي موسى بن علي. حنا كنتواجدو دابا الان قرب المقر ديال الجامعة. هنا كتلقى شي واحد الا غادي كان خدام خارج من الجامعة او هذا الشيء هذا. كيف كتشوف تابع قناة شوف تي في، انتم معنا المباشر من سيدي حجاج. الناس كلها داخلة ملتزمة داخل المنازل ديالها. حالة مشتبه فيها في المحمدية تماما. كيف كتشوفوا إخواني، هنا الناس ملتزمة. هذا سيدي حجاج، كنشكرو متابعي قناة شوف تي في على الدعم ديالكم والتواصل معكم معنا. كيف كتشوفوا حنا الان بسيدي حجاج، المركز ديال سيدي حجاج. الناس كلها ملتزمه وداخله المنازل ديالها، وهذا كيبين على المجهود ديال السلطه المحليه هنا والدرك الملكي والاعوان السلطه اللي كيقوموا بواحد الحملات تحسيسيه طيله الايام من نهار التعلن على الحجر الصحي. الناس بدا كيلتزموا المنازل ديالهم وتفهموا بان السيره خطر، لازم عليهم يدخلوا المنازل ديالهم. كيف كتشوفوا متابعي قناة شوف تي في، الحمد لله. كيف كتشوفوا هنا الناس ملتزمة، الناس كل ساعة داخل المنازل ديالها ملتزمين. الشارع انتو كتشوفوا، متابعي قناة شوف تي في، بعد قليل سنوفيكم بمباشر اخر ان شاء الله، ابقوا معنا. شكرا على تتبعكم، ونتمنوا الناس كلهم يلتزموا هكا، يكونوا بحال باش كل مدينه تعطي تكون قدوه للمدينه الاخرى، باش الناس تلتزم تدخل المنازل ديالها، لان هذا الوباء دابا راه في حاله ديال العدوى والتكاثر. شكرا لتتبعكم ومرحبا بكم في مباشر آخر.